وين معلم؟ رحت بنص القنينة، باين تهمك غير شكل. الدنيا مليانة هموم يا أخي، بالي مشغول شوي. بس اللي باله مشغول ما بيشرب هاي، بيشرب شي تاني. باين إنه مجروح من العشق، عم بحكي مزبوط معلم؟ إذا رح تضل تسألني معناتها رح أقوم أمشي. لما قلت لك عود قصدي تفش قلبك وتفضفض. قلي شو في وراك؟ شو احكي؟ اللي بيريحك، احكي اللي بدك اياه. فش قلبك ولا تخبي وجعك. طفشان بهالوقت من الليل، شو اللي مضايقك؟ انا راس مالي بهالدنيا هو الهم. انت قلي ليش واعده؟ اوف لك عند العم داود هموم بتهد جبال. لو كانت هموم ومصاري كنت لقيته اغنى واحد باسطنبول. عم داود الليله ليلتك. ايه هات لنشوف شو عم تساوي هون بهالليالي وبهالساعه. ما عندي محل نام فيه. ايه يا عم داود ترك الحكي على جنب وفقعلنا شي غنية خلي اسطنبول كلها تسلطين. خلاص ولا مو وقتك هلا. عم داود خلينا نسمع صوتك. يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق مغني ألمي لك إشفاق المذل المنعم وتجلي القادر المحتكم وحنيني لك يكوي الضلعي والثواني جمرات في دمي أعطني حريتي أطلق يدي أعطني حريتي أطلق يدي إنني يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق مغني ألمي لك إشفاق المذل المنعم وتجني الحاكم محتكمي وحنيني Thank you.
انت شو عم تحكي اه؟ انا ما جبرتك على شيء. اذا كنت هيك مفكرة جاوبيني. اخذت حياتي مني، سرقت مستقبلي. فكر حالك عطيتني ليلة حب وانا كنت سكرانة وما لي صحية للدنيا من حوالي يا ايمن. خلصي. ما كان لازم تمد ايدك علي وانا سكرانة يا ايمن. هديك الليلة حققت اللي بدك اياه، بدل ما توصلني على البيت اخذتني على الاوتيل. انت اخذتني بالزور يا سيد ايمن. يا ابو الاخلاق انت استغليتني، اعترف بهالشي. يلا استغليت ضعفي واخذت اللي بدك اياه. خلصي بقى، سكتي كذابة. انا ما شبرتك، انت اجيتي بارادتك، انت رحتي معي بارادتك. تذكري هذا الشيء، انت يلي شربتي الحبة. انا قلت لك بلا، انت اللي ألحقتي تاخديها، انت يلي رميتي حالك علي. لك ما جيتي على الاوتيل برجليكي معي؟ جيتي ولا لا؟ جيتي بس انت كذابة. انا خلصي خلصي، ما بدي اسمع ولا حرف، ما بدي اسمع ولا كلمة. انت من الاصل بدك ياني، مفكر حالك رفضتيني؟ انت اللي وقعتيني، انت اللي سعيتي تصيري مرتي. يا خانم تذكري منيح شو عملتي، بس انا تصرفت مثل الرجال وتجوزتك، سترتك لاني بحبك. ايمن بكفي بقى، بكفي. ضحيت بكل شي مشانك، حبيتك من كل قلبي، وانت كيف كافأتيني اه؟ لك انا ما جبرتك على شي، انا تغشيت فيكي. بقلك لا تروحي ولا تشوفي لهداك الحيوان، بتكذبي علي عينك عينك وبتروحي لعنده. لك انت بتعرفي قديش عم تجرحي لي مشاعري، بس هذا ما بيهمك. لو كان بيهمك انت بتحافظي علي، كنت بتحافظي على مشاعري وعلى كرامتي. بروح ورح روح لعنده مرة تانية بعد ما عم تدويني هالزل. شو بدك أكتر من هيك آه؟ ولسه بدك تعمل فيني يلي من عمل؟ شو بدك تعمل معي يعني آه؟ لك ما عاد يسمع صوتك، سكتي بقى. ما عندك خجل انتي؟ ما عاد عندك احترام؟ اللعب بأعصابي صارت هوايتك؟ لك ليش عم تكسر كلمتي؟ ليش؟ ليه متى بتضل حياتنا هيك آه؟ هروح يا أيمن، رح روح مرة وتنتين وتلاتة، وانت ما فيك تمنعني. تركني تركني، بعد عني يا مجنون. عم لف بعد عني، شو عم تسوي؟ رح فرجيك اللي بعمرك ما شفتي، رح علمك كيف تسمعي كلامي. انا اخذتك بالزور ما هيك؟ لا تعرضي، مالك حق تعرضي جوزك. من اليوم ورايح كلمتي انا اللي بدي تمشي، لأنك أنت ما بتفهمي غير هيك. قلت لك تركني بكفي. أنت مرتي وبدك تتصرفي مثل ما أنا بقلك. طلع من البيت ما بقى فيه إلا بعلمي. الله يلعنك، ولك كرهتيني عيشتي. من يوم اللي شفتك ما عرفت راحة البال، كل ما طلعتي برات البيت وفكر انك رايحة لعنده ما عاد ترجعي. انت اللي رتبتي غرفة فرح؟ كان بالغرفة في لابتوب، وينه؟ انكسر يا ايمن بيك، ونحن عم ننظف الغرفة رميناها بزبالة. الله ياخدك.
يوم واحد، يوم واحد، يوم واحد بس مضي بدون ما خاف انك تروحي لعند هذا الحيوان وما ترجعي. حبيتك أكثر من كل العالم، أكثر من الدنيا، أكثر من كل شيء. حبيتك من قلبي. بس أنت رحتي وتركتيني. تركتيني لحالي ضايع،
فرح وينك يا بنتي؟ متت من القلق عليكي. أنا منيحة ماما، نمت عند سوسو. ليش ما رجعتي على البيت؟ ماما قلتلك أنا منيحة، هلأ بجي حبيبتي. خلص ماما ما تشغلي بالك. أيمن، أيمن، يلا فيق يا ابني. أيمن، حط عقلك براسك بقى. لأيمتى بدها تستمر هالمهزلة؟ خلص من هالبنت النحس. ماما تركيني بحالي. وحدة عقلة وفكرة عند واحد تاني، ليش لهلأ تاركة تتفنن بتعذيبك؟ انت ما عندك احترام لحالك؟ ماما بكفي بقى، رح اطق، لا تزيديها علي. يا ابني لوين رايح؟ عندي شغل، رايح على الشركة. قالوا شوكت تعال على الشركة فورا، في موضوع بدي احكيه معك وما بتأجل بنوب. ايه يا شوكت شو رأيك؟ الحقيقة انا اسف كتير لانكن قدام هيك مشكلة عويصة وحساسة يا ايمن بيك، بس شو بدي اعمل ما بعرف. قلي الكلام المفيد يا شوكت، كيف رح يكون موقفنا اذا اشتكينا عليه؟ هالموضوع حيكون مصيبة لا على البال ولا على الخاطر على راس الكوسوفي، لأنه في نوع من الابتزاز وهالشغلة بتطيره. طيب ليش قلقان إذا القانون بصفنا؟ إذا بيدخل السجن ولو يوم واحد رح أكون أسعد شخص بالدنيا. هذا سيدي ممكن يحقق اللي عم تحلم فيه. شوكت خلصني. يا أيمن بيك كل اللي شاغل بالي هو نقل القضية للصحافة. صحافة شو يا شوكت؟ أنا عمل لك عطي السي دي للنيابة العامة، ما عمل لك ودي للصحافة بنوب. مفهوم يا أيمن بيك، السي دي ما رح يصل لإيد الصحافة، بس أثناء المحكمة ما منقدر نمنع نشر الخبر، حتكون فضيحة مطنطنة يا بيك. الله يلعنه، واحد سافل. طيب ما في عندك طريقة تانية؟ القوانين يا أيمن بيك، مع الأسف. استخدام اسم فرح خانم بهالقضية الدنيئة بيأذي مكانة فرح خانم من جهة ومكانة الشركة من جهة تانية. إذا فيك تتحمل نتائج هالمخاطرة يا بيك، أنا من هلأ ببدأ إجراءات اللازمة. عم بقدر صدق انه هالانسان دنيء كل هالقد، كيف قدر يعمل هيك شيء؟ ما عم صدق ابدا اللي عم بسمعه. وين الشهامه؟ وين الرجوله؟ معناتها طول هذا الوقت كان عم بيخدعنا. كل تصرفاته طلعت تستاره مخبي وراها وضعته. ما بدي اياكي تزعلي. هذا اللي عم يعذبني سوسو. اعجابي في عمالي عيوني، كل هالقد الالم اللي بقلبه كبير وصلت معه لحد يهين كرامتي. صدقيني أنا لا لا مخي ما عم بجمع لك. هذا عمار لما منكون قاعدين بشي محل واحد اطلع علينا تطلع صغيرة بيتضايق وبينزعج وبيطلب منا نتبادل المحلات. يعني عمار ابن بلد. انتي بتعرفيه أكتر يا فرح، كيف بيسمح لحاله إنه يشوفون الناس بهالمشاهد هاي مثل سمسار البضايع رخيصة. أنا ما عم بقدر أفهم. أنا حبيته بدون ما أستنى منه شيء، وحاولت وقف جنبه بأسوأ أيامه. كنت مفكرة إنه نحن رفقات مميزين، بيروحني بكل هالسهولة كل هالندالة. أيمن، ماما، بابا كلهم نصحوني
قالوا لي بده يستخدمي، حيقضي عليك لمجرد انه ينتقم منا. وهذا الشيء اللي دابحني، طلعوا كلهم على حق. بابا خجلانة منه سوسو، كيف بتطلع بوش بابا؟ مالي عين ارفع راسي، خلص حبيبتي اهدي، كله بيمضى وبيتصلح. بدي اترك البلد بسرعة، لازم سافر لأنسى. لازم اطلع من هون. لا تضيع حالك يا ما، وفدت بالمال ولا بالأرواح. لا يا أخي، أنا ماني متضايق أبدا، الشغلة مو مستاهلة الضايق مشانها. عم تقول مثل ما بيقول المتى، ربك عطى وربك بياخد، عليه العوض ومنه العوض. والله جاب الله خد، شو بدك أحلى من هيك يا عمي؟ من لعينا شي شغلة يا با، منطالع حق خبزنا، وإذا جابتنا فضيت بنرجع على شغلتي القديمة. نبش كنوز؟ إيه، نحمل هالفاس والكريك وربك الرزاق. من ناحية الشغل أنا مالي أكل هم، مالي عم فكر بالشغلة. لك عم بشو عم تفكر؟ عم تفكر بفرح، ما هي؟ ما قدرت تحكي معه وتشرح له. عم حاول لاقي طريقة لحتى أشوفها. لازم، رح أعمل المستحيل. فرح إنسانة طيوبة ومحترمة مثل ما بتعرف، وما بدي صار له شيء من تحت راسي. فهمت عليك يا با، هالخنازير اللي ما عندهم شرف مسحوا الأرض بكرامتها. ما عم استوعب إنه كيف عملوا هالملعوب، ما بعرف، شغلة بتمخويل. ما بعرف يا أخي، ما بعرف. يعني أنت شايفها حلوة بحقها؟ يعني حلوة إلا يا فرح ما عاد بدي شوفك؟ أنت من طريق وأنا من طريق؟ شو عم تحكي أنت؟ البنت ما بتستاهل، بعدين بتفكر إنك استغليتها. شو أعمل يا حسن؟ إذا بتعرف قلي. الله يكون بعونك. ماني قادر أعمل شيء. هلأ فرح مفكرة إنه نيتي سيئة، ما بدي أحكي معه وزيد الطين بلة. خليني حل هالمشكلة بالأول. من إيد ما نعدمه، هذا هو دوائي. هلأ ردت لي الروح. نشكر الله على كاسة الشاي اللي خلتنا نشوفك بعد الغيبة. وحياتك بابا جلال، ما عاد أتكنس من عندك، ما هيك عمها؟ خير يا ابني، شايف بعيونك أخبار مو كل هالقد منيحة. لا تفعول بابا، شو بده يكون فيه؟ الشركة والمصاري راحوا. شو عم تحكي؟ فهمني. الأستاذ هيك مفكر. حسن، يعني الشركة والمصاري كله راح، فتنا شغلة ما بنفهمها، وبعدين على الله العوض. مهم الصحة، هاي حال الدنيا. صار لي ساعة عم قله وما عم يفهم علي. هاي الحقيقة يا حسن، أنا حكيت لكم قصة السلطان إبراهيم أدهم إذا بتتذكروا. لا والله ما بتذكروا. حكينا يا بابا، خلي عقلنا ينضف من هالوسخ اللي فيه. طيب، بقديم الزمان إبراهيم كان سلطان، حكم واحدة من أراضي الأجداد، بيترك تاجه وعرشه وبيطلع بالطرق، وبيوم من الأيام بيلتقى صدفة مع واحد من أصحابه وأحبابه، وكان هالصديق واحد زاهد بالدنيا ومالها وبسطها. المهم إبراهيم أدهم قال لصديقه،
يا أخي كيف عم تدبر معيشتها؟ جاوب الصديق، لما بلاقي باكل ولما ما بلاقي بصبر. طلع إبراهيم أدهم على صديقه وابتسم وقال له، كلاب القصر تبعنا بتعمل مثل ما أنت بتعمل، لما بيلاقوا بياكلوا ولما ما بيلاقوا بيصبروا. سأل الصديق إبراهيم أدهم، طيب أنتو شو بتعملوا؟ طلع إبراهيم أدهم على صديقه وقال له، نحن لما منلاقي منوزع ومنعطي للي ما بيلاقي، ولما ما منلاقي منحمد الله وما منزعل وما منعصى ومنحمده لأنه ما عطانا. هاي هي الحكاية. يسلم هالتم. مغزى الحكاية، ما في لزوم للزعل، مال الدنيا بيجي وبيروح. وقت ما منلاقي في ورانا أب مثل السبع، شو رأيك حسن؟ أنت اشتغل جوا وأنا بوزع شاي. ما بتزبط، لأنه أبوك ما بيفوتنا لجوا. أنا باخد طلبات الزباين وبسجلها، وأنت بتكنس العرض وبتمسحها. ها كمل النقل بالزعرور. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. بالمهلي عمي. لجيب لك كاس الشاي. تسلم. كيفك؟ كيف بدي يكون يعني؟ خدي أمي، كوي هدول كمان معك. أمي، شو يا بنتي؟ في شغلة زعجتني. لما لميت تياب شكري للغسيل، بجيبته لقيت محرمة بناتية. قال باعوا ياه ولد بالقطار، بس ايه؟ وين الشغلة اللي بتزعل؟ هلأ المنديل ماله جديد وريحته عطر نسواني، ولما سألته شو هاد تأتأ شوي. قلبي ناقزني يا أمي. يا الله، لك بنتي لا تكبري القصة، الله يرضى عليكي، لا تخلي الشيطان يلعب بعقلك. هاتي المنديل لشوفه. مو هون، أخدو. شو بدك؟ ليش اجيتي لعنا؟ أنا شو بدي أقول ما بعرف. قلت لك شو بدك، شو عم تساوي هون؟ مين يا ملك؟ منى؟ بعرف إنكم زعلانين مني، شو ما قلتوا عني معكم حق. أنا ندمان كتير. هلا حسيتي بغلطتك؟ يلا حبيبتي الله معك، نحن ما بتشرفنا معرفتك. استني ملك، خلينا نسمع شو عندك. انا جبت لكم هاد، ما لمسته والله العظيم، ما عم بقدر نعمل لي. نيرمين ما بتستاهل اللي عملته فيها. معكم حق تزعلوا مني، مشان الله سامحوني، أنا غلطت بحقكم كتير. روحي صرفيه وانبسطي فيه، اشتري كل اللي بيشتهيه قلبك. مو هذا سعرك وتمن خيانتك لرفيقتك؟ استني يا ملك. منى، ليش عم تعطينا إياه؟ شو اللي بدك إياه منا؟ شو بدنا نعمل نحنا فيه؟ أعطوه لنيرمين،
أنا حسيت بغلطي وقت بعدت عني رفيقتي الوحيدة. ليلى عن الشيطان، كيف أخذت هالشيك أنا؟ بترجاكم تخلوها تسامحني وتنسى اللي صار. عن جد إنا بلا حياة، بأي عين تجي لعنا لهون؟ خلينا نفوت لجوا. فوتي. نرمين؟ نرمين؟ نرمين حبيبتي؟ مين عمل فيكي هيك؟ ليكون أيمن. لا تزعلي حالك، لا تخبي وشك، انتي ما عملتي شي بيخجل. خلي اللي وصلوك لهالمواصيل يخجلوا. مو مهم يا خالي، تعودت على الإهانات. الجرح البراني بيشفى، بس انتي قلبك من جوا انجرح. هو السبب يا خالي، كل اللي صار فيني من وراء قلبي. قلبي تعود على الجروح مثل الهواء والمي. جرح القلب ماله دواء. بحكي مع أيمن إذا هالشي بيريحك يا بنتي. مو معقول اللي عملوا فيكي، الله بيعلم أي نار شاعلة بقلبه. لا يا خالي، ما في لزوم، أنا مو خايفة من شي أبدا. أصلا ما عاد في شي يضايقني، صارت الأيام والألوان والأكل كله بيشبه بعضه، ما عاد حسيت بطعم شي. من القلب، لا بكل ولا بمل. وإذا انجرح ما بيشكي، لا بيعرف النوم ولا بيعرف الراحة، الجسم بيتعب وهو ما بيتعب. أنا سبق وقلت لك، إذا تتذكري ونصحتك ما في إلك خير من عمار يا بنتي. حطي هالشي حلقة بإذنك، لساكي صغيرة وقدامك الحياة، ومن حقك تعيشي، لا بقى تعزبي حالك مشانه. حتى لو هيك أنا رضيانة بكل هم وبكل حزن وكل ضيق وكل ضربة باكلة بسببه. كل هم بيجيني بسببه هو عرس، هو عيد بالنسبة إلي يا خالي. معلق صورة كبيرة لإلي بالغرفة، ما نسيني، ما عم يقدر ينساني. ما قلتي قبل شوي جرح القلب ماله دواء؟ أنا ما بدي دواء وما بدي إنسان عمار. حكينا وتواعدنا، باليوم الثاني بتصرح. أخذت ورقة التسريح ورحت فوراً على محطة القطار وبديت استنى يا عمار. استنى واستنى ما اجيت. القطار قرب يمشي وبعدين راح بطريقه. قلت ماشي الحال، منروح بالقطار الثاني. استناها يا شكري، بعد ساعات لفهمت ما بدها تجي. حاولت احكي معها على بيتها بس لاسمع صوتها على الاقل. لما ردت وحدة تانية ما حسنت احكي، تألمت من جوات قلبي وبقيت واقف في المحطة حامل على ظهري شنطة العسكرية. قلت لحالي ليش عملت معي هيك؟ ليش ما اجيت؟ وفكرت بهالشي كتير. قلت لحالي يمكن ما حبتني، يعني كانت نزوة وحبت تتسلى شوي. يمكن ما شافتني رجل أحلامها، تراجعت يعني. وبهداك اليوم
مثل ما تسرحت من العسكرية ومن الحب كمان تسرحت. راحت أيام وإجت أيام، سمعت إنها طلعت من البيت وكانت جاية لعندي على المحطة، بس أبوها مسكها وهي بالطريق. المهم هلأ يا سيدي بلا طول سيرة، هالبنت عندها ابن عم على كيف كيفك، سكير وأمرجي، قاموا جوزوها يا بالزور. التافه ما فرجاها للبنت يوم حلو بحياتها، وبعدين طبعا زادت وقاحته وبلش بموال الضرب والقتل. وبعد هالزل الندل ترك البنت وحده وراح. طيب شلون عرفوا طريقك؟ فتحت أمها تليفون، بس لهلا ما عرفت كيف أمها جابت رقمي. يعني هي بتعرف وضعها؟ لا يا عمار، حتى ما بتعرف إنه معها سرطان، مشان هيك بعت وراك. طيب أنت ما قدرت تحكي لها؟ بتتخيلني يا معلم بقدر إلا؟ أنا رجال متجوز، تعرف؟ عندي عيلتي بالدنيا، يوم اللي ما بشوف مرتي وابني حواليي ما بحس حالي عايش. بس لما شفتها نايمة هيك بسرير المشفى انحرق قلبي يا عمار، انقلع قلبي من محله وراح لعندها بدون ما احس. طول بالك يا اخي، ان شاء الله الله بيشفيها. أهلا وسهلا، تفضل عقود. عم اسمعك يا أيمن بيك، شو الموضوع؟ كوسوفي ما؟ هذا الموضوع بدنا نحله مع شوكت. كيف يعني يا أيمن بيك؟ كيف يعني؟ قصدي شغلة الحيوانة اللي عملوها رجالك. تقصد السي دي؟ رجالك أكلوا هوا ومشي الحال، وشوكت المحامي حكالي عن شوية مخاطر إذا اشتكينا. منشوف الوضع على كلين، هذا السي دي بكفيني حطه بالسجن وآخذ تاري منه على دوز بارا. بس نحن والكوسوفي اتفقنا يا إيمان بيك. تركني من هذا الموضوع، أنا ما بعتت وراك مشان هي الشغلة، أنا طلبتك مشان بكر. بدك بكر؟ برأيك أبي وصل لهي الحالة اللي هو فيها من تحت راس مين؟ الوثائق اللي خلت أبي بالبيت مشلول مو بكر عطاها للكوسوفي؟ فهمني. آه هلا بتلاقي لي بكر وبتجيب لي اياه. ايمن بيك، ترجينا صفا بيك مره ولقينا هالواطي بكر، وراح زلمتنا نعمان وجازاه الجزا اللي بيستحقه وجاب اصبعته واجا. ماشي الحال، هلا بدي اياك تلاقي لي اياه مره تانية لبكر وتجيبه لهون، بس اوعك هي المره انت ورجالك تاكلوا هوا وتعيدوا شغله الكاميرا. ايمن بيك، شرحت لك كيف صارت شغلة السي دي، الخانم الصغيرة. بس ما بدي اسمع منك عن هذا الموضوع ولا كلمة. بكر متخبي، بالمرة الماضية كان مصدرنا هو صفا بيك بذات نفسه، ونعمان بعد ما أخذ له إصبعته ما عاد سمع عن بكر ولا خبر. ما بدي اسمع منك ولا عذر يا خياط، بدي بكر بس. أيمن بيك، والدكم صفا بيك بيني وبينه صداقة من سنين طويلة،
وما عم أقدم لكم عذر. صدقوني إذا لقيت بكر بجيب لكم إياه وبرميه قدامكم مثل الكلب. مزبوط كنت صديق والدي. إذا حابب تستمر هاي الصداقة بتجيب لي بكر.